بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. الحديث 67 بعد 100، حديث عقد الشيطان على رأس النائم، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقد عقدة، فإن صلى انحلت عقده، هما 3. يبقى نفهم من هنا اتحلت عقدته بذكر الله، ثم الثانية اتحلت بالوضوء، ثم الثالثة اتحلت بالصلاة. تتفهم ضمنا كده. يبقى أول ما تقوم اذكر ربك اتحلت عقدة، اتوضأ اتحلت عقدة تانية، وبعدين تصلي ركعتين ربنا يحل لك كل عقدك، فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ظاهر الحديث، يعلق بقى الشيخ هنا يقول: ظاهر الحديث الإخبار بأن الشيطان يعقد على قافية رأس النائم إذا نام 3 عقد، وأنها لا يحلها إلا تلك الشعائر المذكورة في الحديث، والكلام عليه من وجوه. احنا نفهم من هنا بقى ان ايه، ان في رمضان الشيطان مكبل فما فيش عقد، عشان كده بتجد عندك نشاط في رمضان لا تجده في ايه، في الايام العاديه. يجي رمضان من انت عندك نشاط غير موجود في طول السنه، ليه؟ علشان ما فيش العقد دي اللي بيعملها. وهل بيعمل العقد دي لكل العباد؟ لا، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، الصالحين دول بره ما يقدرش عليهم، دول ده بيتحرق من نفسه. يعني هو نايم كده نفسه ده بيحرق الشيطان، ما يقربلوش، فاهم؟ ده معروفة كده، خد بالك، يعني مش أي حد، ده بيقعد على 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 إيه؟ على قفا الغافل، أو اللي صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنه ده يعتبر إيه؟ لا تزيد صلاته إلا بعدا. يعني من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا تزيد صلاته إلا بعدا عن الله، يبقى قاعد بيدعي ويتقرب وهو بيزداد بعد. ليه؟ لأنه ظالم مجرم، فهمت؟ يبقى العباد، الحديث في ظاهره كل الناس، لا، فيما يخصصه من آيات وأحاديث أخرى كثيرة. مش قال لسيدنا عمر: الشيطان لا يقربك يا عمر، لو مشي في شعب الشيطان يمشي في طريق تاني؟ يبقى مش كل العباد بقى، فهمت؟ يبقى ايه، مخصوص بنصوص اخرى. عشان كده غلط انك تقرأ حديث في موضوع معين ولا تقرأ كل المواضيع في كل السنة، وإلا هتصطدم مع نصوص تلاقي ان في تعارض. لازم تقرأ كله، بيسموه ايه، انك انت تستقرئ كل ما ورد في المسألة. الوهابية مشكلتهم ما عندهمش هذا العلم الاستقرائي، فيجيب لك من حديث واحد يقعد يتكلم، وبعد 20 سنة يتضح له المتناقض مع نصوص أخرى، يقوم يكفر بالله ويقول لك في تناقض. ليه؟ ما عندوش الاستقراء ده. الاستقراء ده معناه إيه؟ إن القرآن والسنة كله قدامك سطر واحد،
بحيث اما تيجي تفسر جزء منها بتفسر بحيث ما يتعارضش لا مع اول السطر ولا في اخر السطر ولا في نص السطر. فهمت بقى ازاي؟ بحيث يبقى كله ماشي متناسق نغمة واحدة. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهمت بقى المسألة؟ لكن كل الفرق الضالة على مر العصور من أيام بقى أشوف المعتزلة والمجسمة والقدرية والحشوية والقرامطة والإسماعيلية والباطنية، واخد بالك، وإلى يومنا هذا بقى ما عندهمش هذه القاعدة الاستقرائية للنصوص كلها. يقوم إيه، يعيش مع نصين ثلاثة يقضي عمره حواليهم ويفتكر ان هو كده بينفذ الشرع الشريف، وبعدين كثير منهم يفوق بعد فترة انه بتصطدم مع نصوص اخرى وما يعرفش يحل التعارض، يقوم يعمل ايه؟ يتسوء خاتمته ويكفر باللي كان فيه، يا اما تقل عبادته بعد ما كان مجتهد في العبادة تقل عبادته، بعد ما كان مواظب على الصلاة يبطل صلاة. يعني في منهم اللي يبطل صلاة لكن ما يكفرش، في منهم اللي بيكفر بالفعل، ويقول لك في تناقض. ليه؟ ما عندهمش حكاية إيه؟ الاستقراء. أهل السنة والجماعة بقى ميزتهم إن مذهبهم متين. ليه؟ استقرأوا النصوص كلها. فهمت إزاي؟ بحيث إن لما يجي يقول لك معنى حديث يقوله لك بطريقة لا تصطدم مع نصوص أخرى. فهمت بقى المسألة؟ فدي نقطة مهمة ناخد بالنا منها. وفي صدق النبي في هذا الموضوع احنا كلنا بنشعر بيه في نفسنا في رمضان. سبحان الله، اول ما لك رمضان بكره النوم يطير من عينين الناس كلها، صلي صح ولا لا؟ وتلاقيهم مصلين طول الشهر ما شاء الله، بالليل اخر نشاط. ليه؟ لان ما بقاش بقى في ايه بيعقد على ايه، على رقبه العالم الغفله طول ايه، طول السنه. لكن طول ما انت ذاكر على طول الشيطان، انت عندك رمضان على طول، طول ما انت ذاكر مع الله على طول انت في رحمات ربك على طول. فهمت بقى؟ يبقى الكلام عليه من وجوه، منها هل ذلك العقد هو في القافية نفسها او هو في شيء اخر يجعله الشيطان على القافية. القافية اللي هو الافة، احنا نسميه افانا، الافة اللي هو ايه، اللي هو مؤخرة الرقبة من الخلف، اسفل ايه، أسفل الرأس كده. وهل ذلك لكل نائم كان من أهل الخصوص أو غيرهم، أو ذلك العقد يتجدد في كل نوم ينام بالليل، وأنه إذا استيقظ وذكر وتوضأ وصلى ثم نام عاد الشيطان فعقد ثانية أو ثالثة، كلما عاد إلى النوم عاد هو إلى العقد، أو أنه إذا فعل تلك الطاعات ثم نام بعد لا يعود الشيطان إليه؟ وهل ذلك لكل مصلي على أي حال كان، أو ذلك لمن قبلت صلاته وكان من أهل التوفيق؟ كل دي أسئلة بيقولها لك الأول إجمالا كده عشان يجاوب لك عليها في إيه، في الوجوه. فالجواب عن الأول وهو قولنا هل العقد في القافية نفسها، ومعنى القافية هنا هي آخر الرأس مما يلي الظهر، أو هو في شيء آخر، الظاهر أنه في شيء آخر، بدليل قوله على ولو كان فيها نفسها لقال فيها، وزاد ذلك بيانا بقول يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل، لأن هذه الصفة صفة ما يفعله السحر، إذا سحروا شخصا إنما يفعلون ما يفعلونه من السحر في شيء بأيديهم، يعني يبقى ياخد أثر من إنسان اللي عايز يسحره، شعر من شعره، خرقة من ثوبه، حاجة يكون فيها عرقه أو حاجة تكون إيه، حاجة منه، ويعقد عليها ويقول شوية إيه حاجات معينة كده تقوم تؤثر في بدن المعقود عليه. كويس؟ فهنا العقد ده هل من شعره، بيعقد في شعره؟ طب افرض حالي ما عنده شعر، يبقى أكيد بيعقد في حاجة تانية. افرض أصلع يا أخي ما عنده شعر، فهمت؟ يبقى أكيد هو بيعقد في حاجة تانية، مش شرط يعقد في حاجة فيه هو نفسه، لأن هذه الصفة صفة ما يفعله السحرة إذا سحروا شخصا إنما يفعلون ما يفعلونه من السحر في شيء بأيديهم ويعقدون فيه العقد ويسمون ما يشاءون من أنواع سحرهم. والاحتمال الآخر لأن من النائمين من ليس له شعر ففيما يربطون،
وهو الغالب من الناس، والجواب عن الثاني وهو هل ذلك على عمومه في أهل الخصوص وغيرهم؟ اللفظ يعطي العموم لكن يخصصه الآية والحديث. أما الآية فمنها قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وأما الحديث فمثل قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ عند النوم سورة من القرآن كانت له حرزا من الشيطان حتى يصبح، ومن قرأ آية الكرسي عند مسائه كانت له حرزا من الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومن قال كلما أصبح وأمسى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك كله حتى يمسي وليلته حتى يصبح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة، فهذا يخصص عموم اللفظ. وجاء الحديث مخبرا بما يعمل من نسي التحرز من الشيطان أول ليله ولم يكن من الخصوص، يعني الحديث جاي لك بيحل لك مشكلة مين اللي هو ما عملش احترز من الشيطان وليس من أهل الخصوص، يعني ده يبقى خلاص ملوش علاج، لا النبي جاب لك علاج، اذكر ربك ومتوضى صلي ركعتين خلصت، يبقى برضه ما سابش ايه الانسان الغافل ده برضه عمل له حل صلى الله عليه وسلم. لم يكن من الخصوص الذي لم يجعل للشيطان عليهم سبيلا كما اخبر صلى الله عليه وسلم انه ياكل مع من لم يسمي، وان من سمى لا ياكل معه، وكذلك الشرب وكذلك الجماع وكذلك دخول المنزل. فهو صلى الله عليه وسلم قد نبه على مكائده كلها وجميع وجوه تسليطه علينا وبين المخرج منها والتحرز منها أيضا، فجزاه الله عنا خيرا. ومما يوضح ما قلناه أن بعض العباد جاء يدخل مسجدا في البرية وكان ممن أعطي شيئا من المكاشفات، فرأى شيطانين على باب المسجد وأحدهما يقول للآخر ادخل اغري ذلك المصلي، فقال له لا أقدر ذلك النائم يحرقني بنفسي، يعني في واحد نايم في الجامع مش عارف هو يدخل يوسوس للي بيصلي عشان النايم اللي في الجامع. فلما دخل فتعجب العابد كيف يخاف الشيطان من النائم ولا يخاف من المصلي، فلما دخل أبصر النائم إبراهيم ابن آدم، فانظر هل يعقد الشيطان على قافية مثل ذلك السيد شيئا وهو لا يقدر أن يقرب إليه؟ وكما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، فإذا كان لا يقدر أن يخطر في طريقه فكيف يعقد على ناصيته؟ هذا محال. والجواب عن الثالث وهو هل يتعدد كلما نام وإن كان قد فعل ما ذكر أم لا؟ ظاهر الحديث يقتضي أنه إذا فعل ذلك لا تعود العقد إليه، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام أصبح نشيطا طيب النفس. والجواب عن الرابع وهو هل ذلك لكل مصلي كان حاله كيف كان؟ لفظ الحديث يعطي الاحتمال لكن يخصصه قوله عليه الصلاة والسلام من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعد. وعشان كده احنا بنشوف ناس عندهم أوراد وعباد ويقروا قرآن كل يوم وما زالوا في أسلوب حياتهم بعاد عن ربنا. فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ لأنه صلاته ما بتنهوش على الفحشاء والمنكر، ما بيتخلقش بأخلاق المصلين، فمش هيستفيد مسكين، بل بالعكس ده تبقى صلاته حج عليه. لم يزدد من الله إلا بعدا، فمن هو بعيد من الله أعاذنا الله من ذلك بجاه سيدنا محمد كيف لا يعقد الشيطان عليه ويلعب به كيف شاء، بل هو في ذاته شيطان كما قال جل جلاله شياطين الإنس والجن. كيف حال من بات آكل الحرام ظالما للناس مدمنا خمرا كيف لا يعقد الشيطان على هذا؟ ومتى تصبح نفس هذا طيبة؟ بل هذا خبيث النفس في كل حال، أعاذنا الله من ذلك بمنه. ولا يقع على مثل هذا مصلي حقيقة، لأن في طبقة المبعودين لأنه في طبقة المبعودين الذين قال عليه الصلاة والسلام فيهم من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. ومن أجل الجهل بحقيقة هذه الأحاديث أخذها بعض الناس على ظاهرها وعملوا عليها وهم قد ضيعوا الأصول وظنوا أنهم قد حصل لهم المقصود، وهيهات هيهات، ما أكثر الجهل والعمى. ولذلك قال صاحب الأنوار
في من ارتكب هذا العمى وما شابهه، فردوا الأصول فروعا والفروع أصولا. وفقه هذا الحديث وأشباه أن جميع الخيرات الواردة في الكتاب والسنة هي لأهل التوفيق، وذلك أن لأن خد بالك العبادة لا تقبل إلا بالأدب. اقعد صوم، اقعد صلي، اقعد اذكر وانت مش مؤدب، خلاص مع السلامة، لا تزداد إلا بعد. فهمت بقى؟ فأي عبادة لا تقبل إلا من المؤدبين. عشان كده الصوفية قالوا إيه؟ التصوف أدب، من زادك في الأدب زادك في التصوف. ما قالكش التصوف كثرة عبادة، لا ده أدب، لأن ربنا مش هيدي الثواب إلا للمؤدب، مؤدب مع الله، مؤدب مع النفس، مؤدب مع الخلق. فهمت بقى إزاي؟ وأن جميع الخيرات الواردة يعني ثواب كل الأعمال الحلوة اللي بتسمعها في القرآن والسنة دي كلها، دي للمؤدبين، لأهل التوفيق، خد بالك. وذلك أن صحة البدن البشري هي الحمية والدواء، الحمية اللي هو قلة الطعام يعني، والدواء أو تاخد دواء تاني بقى. هي معظم علاج الإنسان إيه؟ يبقى بياخد دواء، يا الدكتور يقول له ما تاكلش الأكل الفلاني، قلل أكلك شوية. معظم الأدوية حول المعدنين. وأجمع أطباؤه أن الحمية للبدن أنفع من الدواء كمان. يعني الاحتياط في الطعام، انك انت لا تملأ معدتك بالطعام وتاكل ايه بقدر الحاجة، ولا تاكل الا اذا جعت، هتلاقي نفسك فيك عافية في البدن عن اللي قاعد طول النهار ايه ما بيخرجش من المطبخ وبياكل، وبياكل من الحلة وما يغرفش في الطبق. اه دي مشكلة كبيرة. ولا ينتفع بالدواء الا بالحمية، فكذلك الدين حمية ودواء. يعني الدين نفسه بقى التدين ده حمية للروح، واخد بالك ازاي، ودواء ليها. فالحمية فيه أنفع من الدواء، ولا ينتفع بالدواء إلا بالحمية أو بأكثرها. والحمية في الدين هي الوقوف مع الأمر والنهي، أدي الحمية بقى، إنك أنت لا تتعدى إيه ما نهى الله عنه، ولا تقصر فيما أمر الله فيه، أدي الحمية. فطول ما أنت كده تبقى صحيح الروح والدين، ساعتها كل بشرف الدين تبقى انت اهل ليه. وهي الوقوف مع الامر والنهي، افعل كذا لا تفعل كذا، كما يقول طبيب الابدان ان كل ان كل كذا لا تاكل كذا. ودواء الدين مثل هذا الحديث واشباهه، من قوله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا كان له كذا، من انواع التعبدات والخيرات، فاذا فعلها بعد الحميه ويتبع الأمر واجتناب النهي جاءه ما قيل له وزيادة، وإذا فعلها دون الحمية المذكورة اللي هو اجتناب النواهي وفعل الأوامر طلب ذلك فلم يجده. يقول لك بعبد وما فيش لذة في عبادتي، بذكر وأخلاقي زي ما هي ما بتتغيرش. أيوة، ما هو العيب فيك، زي أرض بور وأنت ما بتحاولش تصلحها، تقعد تزرع فيها وتحط وتجيب أحسن البذور وأحسن المياه، وبرضه مش هتنبت لأن العيب في الأرض. أنت غير أرضك، غير أرضك تنبت بعد كده الكلى الكثير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا فعلها دون الحمية المذكورة طلب ذلك فلم يجده، فقال له لسان الحال قل هو من عند أنفسكم، لأنه ترك الأصل وأخذ الفرع، وهذه طريقة غير ناجحة. لكن لا نقول لمن صنع الحمية لا تأخذ الدواء، فلعل أخذ الدواء يجره إلى استعمال الحمية. لكن برضو ما بنقولش إن اللي هو بيرتكب الأوامر دي يعني اللي بيعصي أحيانا ما نقولوش كمان إيه، لا تعالى طيع ربنا شوية، ما تطعش عشان أنت أخلاق، لا سيبه يطيع، يمكن في يوم من الأيام ضميره الميت يصح، في يوم من الأيام واخد بالك عينه العامية تبصر، في يوم من الأيام قبل أن يموت. فهمت؟ فما تمنعوش، يعني حتى لو لقيت واحد سيء الخلق وبيرتاد المسجد ما تمنعوش، سيب، يمكن في يوم من الأيام، الله أعلم اليوم ده هيجي قبل ما يموت ولا مش هيجي، هيجي بدري ولا هيجي متأخر. كل ده بيعتمد على إيه؟ على بصيرتك أنت مع نفسك، والإنسان على نفسه بصير ويراجع نفسه مع نفسه ومع الناس ومع الله، فهتلاقي إن ربنا لا يظلم أحد.
علشان كده بيقول لك ايه، لا ما تقولوش بقى لا تاخذ الدواء، فلعل اخذ الدواء يجره الى استعمال الحميه فيحصل المقصود. لان ايه، لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ان فلان بيصلي لكن ايه بيفعل بعض المعاصي، فقال اتركوه لعلها في يوم من الايام تنهى صلاته. ما قالهمش يعني امنعوه عن الصلاه، لا. كالذي يكون ماله غير طيب، نقول له انت صدقت، لا يقبل، لأن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول، يعني من خيانة. ولا نقول له لا تتصدق برضه، لعله يتدرج بالخير الذي هو الصدقة، وإن كانت غير مقبولة إلى التوبة والإقلاع. وفيه دليل على أن بصحة الدين يصح البدن وينشرح الصدر، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: فالذي يقوم ويذكر الله ويتوضأ ويصلي أنه يصبح نشيطا طيب النفس، ولا يكون نشيطا طيب النفس إلا مع صحة البدن. وقد جاء ذلك نصا منه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه أنه ينقي الذنوب ويصح البدن. وفيه دليل على أن الذنوب تمرض البدن، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا، والغالب من خبثة النفس لا تكون إلا مع تألم في البدن. ونجد ذلك مشاهدا في أهل البطالة والمعاصي، أنهم يصبحون غير طيبين في أبدانهم حتى يطلع النهار، ويأخذون الأشربة والمعاطي والمعاصي ويعالجون ما بهم من الكسل في أبدانهم. هذا مشاهد من يعمل شيشة عشان يظبط دماغه، يشرب قهوة عشان يظبط دماغه، يجيب له سيجارة عشان يظبط دماغه، برضه مش هتتظبط. يبقى صاحب النوم كده تعبان وعايز نسكافيه وقهوة وشيشة وسجاير ومش عارف ومصيبة سوداء، وبرضه دماغه مش عايزة تتظبط. فهمت ازاي؟ ليه؟ بسبب المعاصي اللي هو فيه، العيب لا في القهوة ولا عيب في بتاع، العيب في معاصيه. وفيه دليل على عظيم تسليط الشيطان على بني آدم وما جعل الله عز وجل له على ذلك من القدرة، يؤخذ ذلك من كونه يعقد في شيء ويؤثر ذلك العقد في بني آدم. وفيه دليل على حرمة الطاعة وحرمة من أهل للعمل بها، كيف لا يضرهم شيء من إنس ولا من غيره، يؤخذ ذلك من حل العقد ووجود النشاط وفي اليوم بعده زيادة في الخير. فسبحان من جعل الخير في التوفيق ويسره على أهله، جعلنا الله منهم بمنه. يبقى لابد الإنسان يتوب ويقبل على العبادة وهو تائب، ويصلح ما بينه وبين ربه، يصلح ما بينه وبين نفسه، يصلح ما بينه وبين خلق الله. ساعتها العبادة تثمر في قلبه، ساعتها هيجد الحياة سعيدة وسهلة، وهيجد كل صعوبة بيشوفها في حياته هي بسبب سوء اختياره وسوء تصرفاته وسوء إيه؟ ألفاظه. فما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت السبب، غير نفسك هتجد إيه؟ الخير قدامك. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا هيبقى آخر حديث في الجزء الثالث من الكتاب، وهو حديث ذكر اسم الله تعالى عند إرادة الجماع، وينتهي هذا الجزء من الكتاب اللي هو الجزء الثالث، ونبدأ في الجزء الرابع والأخير، لأن الكتاب عبارة عن 4 أجزاء في مجلدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.